بسم الله الرحمن الرحيم. هنا سؤال: هل يجوز رسم صورة إنسان مع طمس معالم وجهه؟ نعم إخواني في الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، ويقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. أحاديث كثيرة في النهي عن التصوير والصور، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الصورة الرأس، والعبرة الرأس، فإذا ذهبت معالم الرأس فإن شاء الله جاز ذلك بلا كراهة، جاز ذلك بلا كراهة. شخص يصلي على الكرسي عند القيام فقط، أما في الركوع والسجود فحاله كسائر الناس والي، هل يلزم قبل الركوع الانتصاب واقفا ثم الركوع، أم ينتقل للركوع مباشرة دون الانتصاب واقفا؟ نعم، الأصل أن ينتصب ثم يركع، هذا إذا يستطيع. أما إذا كان هناك أصلا عنده عجز وضعف ومرض، وبالتالي لا يستطيع إلا أن يأتي راكعا مباشرة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما ما ذكر فهذا هو الأصل، أن ينتصب ثم يركع، لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قلتم في مقطعكم في الرد على أتباع الدكتور ربيع المدخلي الرد، نحن لم نرد، نحن لم نرد على الشيخ ربيع، ولا نحن سئلنا من هم المداخلة وبينا، أما ما ذكرنا ردودا، وإنما ذكرنا صورة. على كل حال نقرأ السؤال. قلتم في مقطعكم في الرد على أتباع الدكتور ربيع المدخلي أنه لا يجوز نبذهم بالمداخلة، فلماذا نقول عن أتباع أبي حسن الأشعري أشاعرة، وعن أتباع الجهم جهمية؟ هذا لا يستوي أبدا بين الطرفين، ولا يمكن أن تساوي الأشاعرة بالجهمية والمداخلة، فهذا خطأ أن تساوي بهم. فهؤلاء الذين ينسبون إلى المداخلة أولا هم سلفيون، ثانيا هم يتبرؤون من هذا الوصف، ثالثا ليسوا من أهل البدع. بينما عندما تقول أشاعرة هم ينسبون أنفسهم ويقولون نحن أشاعرة، ثانيا لا ينسبون نفسهم إلى منهج السلف ولا أنهم سلفيون، ثالثا عندهم كثير من البدع، وأيضا لا يجوز مساواة الأشاعرة بالجهمية. فالأشاعرة قلنا مع أنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في مسائل كثيرة، إلى أنهم وافقوا أيضا أهل السنة والجماعة في مسائل كثيرة، وهذا شرحناه سابقا فلا نعيد. أما الجهمية فهذا شيء بعيد جدا، فهم أساس البدع وأساس نشر مخالفات الشرع وعدم اتباع السنة ومخالفة العقيدة، فبالتالي أصلا هم والحمد لله لم يعودوا يقال عنهم جهمية، بل لم يعودوا موجودين إلا عند النذر اليسير بفضل الله. نعم، إذا كنت واسطة بين بائع ومشتري، ما هي الطريقة الصحيحة لكي آخذ المال من الطرفين؟ هذه تسمى السمسرة. السمسرة كانت موجودة في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وقالوا كنا
نسمسر في الأسواق. السمسرة موجودة في حياة السلف وهي شيء حلال، لكن بشروط. الشرط الأول أن يعلم الطرفان أنك سمسار، بمعنى أنك لست صاحب البضاعة ولست الموكل بالبيع. اثنين، ألا تسلم المشتري للبائع. ألا تسلم المشتري للبائع، بمعنى أن هذا المشتري قد يكون حاله أنه غافل ولا يدري ولا يعلم هذه الأسعار، فتقوم أنت بتلبيسه وإدخال هذا الغبن إلى نفسه وقلبه، فهذا لا يجوز. إذن هذا هو الشرط الثاني. اتفضل.